Bien, alors, مساء الخير. سعيد جدا أن نلتقي مع هذه الثلة المتميزة من المحاضرين ومن الحضور. اليوم غادي نتناولوا واحد القضية في غاية من الأهمية وعندها رهينية كبيرة جدا. أعتقد بأنه هو الرهان الأساسي اليوم للمغرب، المسألة ديال الجائحة ديال كورونا 19 هي غير مرحلية وكونجونكتورال ستمر. فالقضية التي تهمنا والكل يتكلم عن هذا منذ، أكاد أن أقول، منذ أكثر من 6 سنوات، وإن كان في البدايات الأمر كان نقاشا غير رسميا إلى أن أصبح نقاشا رسميا يعيشه المغاربة أجمعين، ألا هو المشكل ديال التنمية. ولهذا كنشكر جزيل الشكر الجمعية المغربية للذكاء والاستراتيجيات الترابية والعمل ديالها اللي قامت بهذه المبادرة بشراكة مع مجموعة من الهيئات المدني، وأنا كنحييها كثيرا على هذه المبادرة المتميزة، وأعتقد بأن هذا يجب أن يكون همنا جميعا في المغرب. فمسألة ديال التنمية كان ضروري تطرح بهذا العنوان، أعتقد بأنه عنوان مناسب جدا، اللي هو تصورات ومقاربات. كما كتعرفوا اليوم هذه مسألة التنمية والمسألة ديال العوائق اللي طرحوا النموذج التنموي القديم، إن كان لحدود الساعة لا يظهر لنا ما هو مشكل، ما هي العوائق الحقيقية، ولكن على أي حال المختصون يتكلمون اليوم على أن النموذج التنموي الكلاسيكي اللي معروف واللي انخرط فيه المغرب منذ واحد قديما، ولكن أنا أقول منذ 20 سنة أكثر، بأنه وصل مدى. هذا هو الإشكال، والكل مقتنع بذلك، والكل يعلم بأنه منذ سنة 2000 حتى 2015 لا أحد ينقل على أن المغرب حقق إنجازات اقتصادية واجتماعية لا غبار عليها. ونذكر في هذا الاتجاه بعض النماذج اللي المختصين كيتكلموا فيه، مثلا النمو الاقتصادي هام نسبيا اللي ما كانش كيحققوا قبل ما بين 2000 و2015، وارتفاع ملحوظ في الغنى الوطني البي اي بي ومتوسط مستوى العيش ديال المواطنين والطبقة الوسطى اللي كبرت نوعا ما واخا لم تكن تتعدى حتى 25% من الساكنة. ثم هناك القضاء على الفقر المدقع، لا أتكلم على الفقر وإنما على الفقر المدقع. ثم الولوج الكامل للمدرسة الابتدائية للأطفال، هذا كله ما كانش عندنا في المغرب قبل سنة 2000. تحسين واضح في الخدمات العمومية وتطور مهم للبنية التحتية الوطنية. وبذلك المختصون يقول بأن المغرب محارطة اليوم في محاولة اللحاق أو في مسلسل اللحاق بنظر اللحاق الاقتصادي بالدول ديال جنوب أوروبا. أعتقد بأن إلى أمورسي هذا البروسيسوس، لكن بالمقابل الكل يعلم كذلك بأن عندنا يعني مجموعة من المشاكل، ولكن بالأخص أقول بالأخص هناك تصور كبير على مستوى إدماج الشباب بالمجتمع. هذا هو المشكل العويص اللي عندنا اليوم، هذا هو الرهان الحقيقي اللي عندنا اليوم، بحيث أن اليوم كل شاب من شابين عاطل. هذا هو المعدل، هذا اللي كان كل شاب يعني ما بين 25 و 35 سنة، والذي لديه عمل هش، يعني وضعية هش حتى هذا نسبة كبيرة. ثم هناك الرغبة الطبيعية ديال التطور الفكر المجتمعي بأن الشباب حتى هو يريد أن يعيش مثل شباب أوروبا وفي ظروف تضاهي ما يعيشه الشباب الأوروبي. فبالرغم من النمو الاقتصادي المسجل، لكنه كيظل دون المستوى ديال الدول التي حققت الطفرة الاقتصادية. وشو كل شيء كيعرف بأن الدول التي حققت الطفرة الاقتصادية هي دول اللي حققت نمو اقتصادي أكثر من 7% لمدة 25 سنة، ونحن نكاد نصل إلى حكم معدل ما بين 3.5 و 4. إذن حنايا النموذج اللي وصلنا له اليوم والحد الاقصى ديالو في الاستثمار ما هو مادي هو هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم. اذا المطلوب شيء جديد. وطبعا التساؤل الاقتصاديين كيقولوا له بلافون دو، وصلنا نسمى البلافون دو فار اللي يمكن نعبروا عليه باللغه العربيه السقف الزجاجي. اذا كيف لنا اليوم الانتقال الى وتيره نمو اقتصادي هام لتحقيق تنميه اقتصاديه واجتماعيه مستدامة، حيث يستحضر البعدين البيئي والثقافي لأن مرتبطين بقوة باعتبارهما الرأسمال الحقيقي أولا لاستمرار الحياة كيف ما هي ولتحقيق الازدهار المطلوب. واليوم كيخصنا نستغلو، أنا بهذه التوطئة كنحاول ما أمكن
أن نوضع الجميع فيما يقوله المختصون في هذا المجال على أن اليوم هناك ديزوبورتينيتي، يعني هناك واحد الفرص كبيرة اليوم خصو يستفد منها المغرب، أولا بما يسمى بالطفرة الديموغرافية أو لا ترانزيسيون، أول الانتقال الديموغرافي. ما بقاش عندنا ديك القاعدة الكبيرة بأن عاد خصنا نكونوا الأطفال ديالنا إلى آخره، اليوم عندنا وضع ديموغرافي ملائم لإنتاج الغنى. هناك مسألة ديال التمدن، أصبح غالبية السكان يسكنون المدن، وهذه مسألة تسهل المسألة ديال العملية التنموية والتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية كذلك. ثم ارتفاع مستوى التعليم ديال الساكنة المغربية اللي اليوم أصبحت مؤهلة أكثر من أي وقت للانخراط في هذه المنظومة الجديدة. إذا هذا هو المدخل اللي بغيت نقول، واللي فيه الجمعية استدعت واحد الثلة ديال المختصين اللي غادي يتكلموا لنا على هذه المواضيع، اللي اساسي هو التكامل ديال المختصين اللي موجودين اليوم بيناتنا. فهناك ما هو مختص في الاقتصاد، وهناك من ساهم في السياسات العموميه في شخص السيد عبد السلام الصديقي، هناك مختصون في مجال الابداع والفنون والصوره والجماليه ديال الصوره والثقافه واهميتها في المنظومه التنمويه اللي معنا السي حميد كيروم مشكورا، كذلك معنا المختصه في علوم الجيولوجيا والترسب والبيئه بشكل عام، وخصوصا البيئه الساحليه والنظم التوازنيه في المجال الساحلي، الدكتوره عائشه بن محمدي. على فكره كل المتدخلين هم اساتذه جامعيون. اذا عائشه ستتكلم لنا عن الجانب البيئي والاستدامه، لان لا وجود لشيء تنموي دون استدامه. ثم هناك المختص الرياضي الذي اصبح يهتم بالمجال البعد الترابي والذكاء الترابي وتخصص فيه، واصبح يعني مرجعيا في هذا الباب. معنا الاخ دابونو جواد مشكورا ليتكلموا بمنطق تكاملي، وهذا خيار ذكي جدا. اعتقد بان حتى الاستاذ جواد عمل حتى الذكاء البشري في الاختيار، مسألة مهمة حتى هي موديليزات. شكرا سي جواد على هذه الاختيارات المتكاملة. إذا هذه هي التوطئة اللي حاولت نقدمها من أجل أن نضع الجميع حول الرهان الحقيقي اليوم، وأن نضع الجميع حول المواضيع التي سوف نتطرق لها. وأعطي الكلمة للسي عزيز الصديق العزيز عزيز مريضخ، إذا كانت عنده إضافة ويعطينا المزيد من التوضيحات في لقاء اليوم. شكرا أخ العزيز المهندس الزراعي، أيضا الذي ساهم بشكل وافر، ساهم فعال وعلى مدى سنوات طويلة في إغناء النقاش العلمي والثقافي والمساهمة في العمل الجمعوي الجاد. ساهمنا جميعا في منتديات متعددة، الآن مع هذه الطفرة الرقمية نحاول أن نواصل هذه المسيرة بحضورنا الواعي، وأيضا الذي نرجو أن يكون حضورا مؤثرا في النقاش العام. فكما قال سي مصطفى، والمساهمة هذه منا في كتجي كمتابعة للنقاش اللي كيعرفوا الدينامية اللي كيعرفها المغرب منذ سنوات، ولكن اللي خدات واحد سرعة أخرى بوضع جلالة الملك للنقاش العام حول نموذج تنموي جديد. فقط أريد أن أشير إلى أن هذه الندوة كان من قرر أن تكون عشية بدء الحجر، وكلنا نتذكر أننا اجتمعنا وجاء الأستاذ الصديقي وكان الأستاذ جيرون في الطريق إلى القنيطرة، وكان كل شيء كل الترتيبات كانت معدة لأن نقوم بهذا اللقاء في فضاء كليك، فضاء المركز الذكاء والإنتاج الفكري، ولكن كورونا ألزمتنا منازلنا، ولكننا تجاوزنا هذه الصعوبة بانخراطنا في هذه الدينامية الرقمية عبر تنظيم هذه المجموعة من الورشات واللقاءات التفاعلية التي مكنتنا من لقاء إخوة لنا ورفاق لنا لم نراهم منذ مدة طويلة. وهذه مناسبة يعني جيدة جدا
لنرحب بكل الذين التحقوا بنا سواء في هذه المنصة الرقمية عبر زوم أو الذين يتابعوننا عبر لايف فيسبوك. طبعاً الإخوة الذين الأسماء الذين أرى أمامي هي أسماء كثيرة كلها تريد أن تساهم، فقط كمسألة تنظيمية أشير إلى أن اللقاء سوف يتضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سوف تكون فيها مداخلات الأساتذة المتدخلين عبر أربع محاور: الأستاذ الصديقي السيد الوزير السابق سوف يتدخل الأول ليعطينا وجهة نظره حول مفهوم التنمية ويقدم لنا مقاربات، بعض المقاربات الجانب الاقتصادي للتنمية. سيليه في المرحلة الثانية الأستاذ الصديق حمادي قيروم والسينمائي حمادي قيروم الذي سوف يحدثنا عن مركزية البعد الثقافي في خلق دينامية مجتمعية حاضنة للتنمية، ومن خلال العنوان نستشف أن الأخ حمادي قيروم سوف يغوص بنا في تأثير الثقافة كما كنا نقول ونحن في جمعية أرض. الثقافة كانت خط الدفاع الأخير ولكنها أصبحت الآن خط المواجهة الأول، والأكيد أنه سيعطينا هذا التفاعل ما بين البعد الثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما نتصورها نحن. في المرتبة في مرحلة قادمة سوف تأتي الأخت عائشة بن محمدي التي قدم الأخت الصديقة والأستاذة عائشة بن محمدي أستاذة جيولوجيا في كلية العلوم بالقنيطرة، الزميلة العزيزة التي أسعد بلقائها في مختبر جيوسيونس في كلية العلوم. وبهذا تلاحظون بأن الجيولوجيين يساهمون في النقاش الاقتصادي والمجتمعي. الجيولوجيين ليسوا فقط منهمكون في دراسة الأرض والتربة، هم الآن في واجهة ما هو ثقافي وما هو اقتصادي. سوف تحدثنا الأخت عائشة بن محمدي عن حماية الموارد البيئية ومعتبرة إياها كرافعة للتنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي. طبعاً عودتي للغة العربية ما زالت تعتريها بعض العثرات، وهي عثرات على كل حال مقبولة. وفي الأخير سوف يتدخل صديق العمر وصديق الطفولة وصديق العمل وصديق البحث الدكتور جواد دابونو الذي سيحدثنا عن البعد الترابي كمجال ناجح للفعل أو لا جامع للفعل التنموي. والأخ جواد دابونو أقدمه لكم كباحث يتأرجح بين الرياضيات كمهنة أساسية، ولكنه أيضا يحاول أن يطوف حول جميع أنواع الذكاء، فقد اشتغلنا لمدة حول الذكاء الترابي والآن نحن نغوص في الذكاء الاقتصادي والذكاء الصناعي الآن الذي نشتغل عليه منذ مدة طويلة. فأدعو الإخوة إلى أن يعدوا مداخلاتهم، وأدعو الحضور إلى أن إلى فقرة ثانية سوف يعني نقدم فيها أو لا نقدم فيها على نوع من المائدة المستديرة نتبادل فيها الآراء حول مداخلات الأساتذة بالنقاش والتحليل والأسئلة، وسنكون سعداء باستقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم وأيضاً آرائكم حول الموضوع سواء أثناء المداخلة أو بعدها، وسنفتح المجال في الأخير للإخوة لكي يقدموا لنا بعض الآراء حول يعني هذا سؤال التنمية والتنمية المستدامة يعني المساهمة في النقاش المجتمعي الذي نحاول أن نكون فيه متواجدين. فسي مصطفى أدعوك الآن إلى إعطاء الكلمة للمتدخل الأول بعد تقديمه اللي هو الأستاذ الصديقي السيد الوزير سابقا. تفضل سي مصطفى. شكرا. لست أدري كنت مسموعا أم لا. نسمعك جيدا. très bien. alors شكرا سي عزيز على هذه الإضافات التي نورتنا بها. إذن سنبتدئ بأول مداخلة
الأخ عدسلان صديقي الذي سأكون شحيحا في تقديمه، وهو أستاذ جامعي ومتخصص في الاقتصاد ووزير سابق في الحكومة المغربية، وكان مكلفا بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، وسوف يتطرق لمفهوم التنمية وتقديم للمقاربات الاقتصادية، والتي سيتطرق فيها للأهداف وأدوار مختلف الفاعلين وأنظمة الإنتاج والأولويات وأنماط الضبط والحكامة والعوامل الغير الاقتصادية، الثقافة والقيم مثلا، والديمقراطية والتنمية والانخراط في النظام العالمي الجديد. فليتفضل مشكورة، وله سي عرسلان صديقي 20 دقيقة. إذن مساء الخير للجميع. مساء الخير. شكرا على الدعوة، وسعيد جدا باللقاء معكم ومع الزملاء حول في لمناقشة وتبادل الرأي في موضوع كما قالوا الإخوة الذين قدموا المادة، في موضوع من الأهمية بمكان، موضوع يحظى بالراهنية لأنه مرتبط ارتباطا مباشرا بعيش السكان، وكان هو يعني منذ وجود الإنسان على وجه الأرض وهمه وعنده فكر اقتصادي في يعني يستغل ظروف الحجر الصحي، لأطالع بعض الكتب القديمة، فأقرأ حاليا كتاب أرسطو، وفيه يعني بعض المعلومات اقتصادية ما زالت هي مسار النقاش لحد اليوم، ولا حتى لا أطيل يعني باش عندي 20 دقيقة، غادي نحاول نوضع الإشارات ونطرح الإشكاليات التي لمطروح النقاش. هذا يعني أولا كيف جات مفهوم التنمية، كيفاش تنشأ في الفكر الاقتصادي، هو تنشأ أساسا وتطور واحد خلال الستينات من القرن الماضي، اللي ظهرت هناك مدرسة فكرية اقتصادية تسمى علماء الاقتصاد في التنمية، وهذا التاريخ هذا ماشي صدفة أو حادثة تاريخية، بل هذا التاريخ هذا كما تعلمون كما يعلم الإخوة المتتبعين هو يتناسب يأتي في ظروف ديال الاستقلال العديد من البلدان أساسا على الصعيد العربي والصعيد الأفريقي، ولاحظنا أن كيف يعني وبدأت التجربة من بلدان أمريكا اللاتينية، قالوا علاش بلدان أمريكا اللاتينية ما تطورتش، يعني هي سبقتنا شوية مرحلة ما بين البلدان المتطورة والبلدان الإفريقية ولا العربية وبلدان آسيا، علاش ما تطورتش؟ إذن كاين مشكل، كاين شي مشكل، علاش ما تطورتش؟ لأن هذه البلدان حاولت عملت على تقليد الدول الصناعية، وأدعوكم إلى قراءة مزيان بالنسبة للطلبة واللي بغوا يعني اللي كيهمهم الأمر، أو قراءة كتاب لمؤلف أمريكي معروف عن الاقتصاديين سميتو روستوف، كتب كتاب صغير ولكن كبير في هو مراحل النمو الاقتصادي، مراحل النمو الاقتصادي بالطبعة الإنجليزية، ده كان درع عنوان تحتي من بعد سميتو غراوس طبعا بالفرنسي بالانجليزي، étape de la croissance économique. Je peux pas faire le step of economic growth. فيه عنوان تحتي هو manifest non communist، بيان لا شيوعي، وكان واضح من خلال العنوان أنه ينتقد
النظرية الماركسية التي تتبنى تحليل المبني على المادية التاريخية. وكما تعلمون أن في النظرية الماركسية التاريخ، هناك تحقيب للتاريخ يمر عبر 5 مراحل. المرحلة الأولى هو ما سمى ماركس المجتمع البدائي. المرحلة الثانية هو المجتمع، وكنت كيستعمل كلمات مفهوم نمط الإنتاج، لو مود دو برودكسيون. ما عنديش الوقت باش نشرح نمط الإنتاج يعني من حيث المحتوى النظري ديالو. نمط الإنتاج البدائي، نمط الإنتاج العبودي الاسكلافاجيست، نمط الإنتاج الإقطاعي، نمط الإنتاج الرأسمالي، ونمط الإنتاج الاشتراكي التمشيوعي كأوج ديال التطور بالنسبة للمقاربة الماركسية. هو نفس الشيء، قام هذا نفس الشيء حتى هو هذا أرسطو ميزته هو 5 مراحل، وكان داك الشيء يعني مخدوم. 5 مراحل. المرحلة الأولى سماها المجتمع التقليدي، لا سوسيتي تراديسيونيل. هذا المجتمع التقليدي في نظره منذ وجود الإنسان بقى مستمر إلى غاية تقريبا القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، يعني قبل مباشرة إطلاق ظهور الثورة البرجوازية أو الثورة الصناعية. ثم المرحلة الثانية هي الشروط المسبقة للانطلاق، les conditions préalables au démarrage، كيسميو بالانجليزية لو تيك اوف، بحال الطيارة غادي تنطلق. المرحلة الثالثة هو السير لو ديماراج، يعني كتكون سخنت الموتور لو ديماراج. المرحلة الرابعة هي اللي كانت في القرن العشرين، هو السير نحو النضج لا ماتوريتي. وثم ما بعد هذه المرحلة الرابعة هي المرحلة الخامسة والأخيرة، هي عصر الاستهلاك الجماهيري لا كونسوماسيون دو ماس. كيقدم بعض الإحصائيات بخصوص مثل المجتمع الأمريكي وكيفاش ولا انتقل من يعني واحد الميزانية تعتمد أساسا على الغذاء، على المواد الغذائية، إلى استهلاك المواد الدائمة لي بيان دورابل من أجهزة التلفزيون، سيارات، ثلاجات إلى غير ذلك. هما لي بيان دورابل، هما لي يعني كيعبروا على الرفاه. هذه المقاربة وللتذكير، هذا السيد روستوف كان عامل في المخابرات الأمريكية في السيا، وبالتالي كان كيشتغل بتنسيق يعني حكيم مع طبعا الجهات الرأسمالية الاحتكارية. هذه النظرية بالطبع أعطت التأثير ديالها، أثرت على واحد العدد ديال الدول، وكانوا كيقولوا شوف راكم غاديين في الطريق الصحيح. انتم هذيك الساعه جوج ديال الدول كانوا في اما في المجتمعات التقليديه او في المرحله الثانيه، ولكن وكينتظروا متى سينطلقون. فوقاش غادي يجي داك الديكوف، التيكوف، الديكولاج. شي ديكولاج ما جا، الناس كتنتظر. وبقي هذه الفكره ديال اللحاق، ورجعت على لسان ديال السي عزيز ويمكن تناقشوا فيها، نقل بان المغرب راه قريب كاين اللحاق بالدول اوروبا الجنوبيه. هذه استاذ يمكننا نتناقشوا، وكان عندي نقاش مع الممثل ديال البنك الدولي، هذه خرافه. التاريخ لا يعيد نفسه، لا يمكن تكرار، وهذا هو الخطا الكبير اللي قاموا به الدول الناميه والدول المتخلفه. حاولنا لمدة سنوات وضيعنا على أنفسنا يعني فرص عديدة، لأننا بغينا نقلدوا الآخرين. كل شعب عنده التاريخ ديالو، كيفاش باش غادي نقلدوهم؟ غادي نديروا نفس المراحل. الآن واش ممكن تصوروا معايا، نكونوا موضوعيين وعمليين، واش واحد اللي كيتمشى 500 كيلومتر في الساعة، واحد اللي كيتمشى ب 10 كيلومتر في الساعه
غادي يخلط عليه. إذن خصنا نستعملوا العبقرية ديالنا، العبقرية الاجتماعية، الذكاء، والإخوة اللي كيشتغلوا على الذكاء الاصطناعي خصنا على الأقل عاد نشتغلوا على الذكاء البشري، الذكاء الاصطناعي، الذكاء البشري الجماعي، باش نعرفوا أين فينا هي الإشكالية. وهنا بدات جات الفكرة، قالوا دي راه انتما راه كاين مشكل كبير، وهو كاين الخلط ما بين النمو وما بين التنمية. راه يمكن بلاد تحقق نمو، وقلتها في المداخلة ديالك بأن حتى المغرب المغرب خلال الستينات كان كيحقق واحد نسبة النمو ديال 6%، ولكن النمو لوحده غير كافي، شرط أساسي باش يتحقق التنمية، ولكن لا غير كافي، لأن النمو شيء والتنمية شيء آخر. النمو سي لا كرواسونس، التنمية سي لو ديفلوبمون. فما معنى النمو؟ النمو هو كيعتمد على مقياس بائس ميزيرابل pauvre يعني en tant que instrument d'analyse، كيعتمد على قياس على الدخل الوطني، على الانتاج الداخلي الخام، معيار ديال المحاسبه في كثير من 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 يعني من لان علاش، اما كيعتمد هذا المعيار ديال الانتاج الوطني اما الاجمالي او المتوسط. فما معنى ان نقول بان مثلا من خلال احصائيه بسيطه كنقولوا الانتاج الوطني ارتفع بقدا وعدد السكان ارتفعوا بقدا، اذا هناك كنقولوا خلاصه هناك تحسن مستوى المعيشه؟ ابدا، لا يمكن ان يعني ذلك حتى المنطق، لان الاحصائيات فيها كثير من العيوب. ما هي الدول؟ هناك الدول الان اللي عندها اكبر انتاج، اللي عندها مستوى الدخل الوطني مرتفع، دول الخليج العربي، الدول النفطيه. واش هو دول متقدمه كتعرف التنميه؟ ابدا ما كتعرفش التنميه. وحتى الولايات المتحده الامريكيه بوحدها نفسها لاكبر دوله في العالم من حيث دخلها الوطني الى غير ذلك، في اكبر عدد ديال الفقراء، ديال الناس اللي بدون دخل قار سون دوميسيل فيكس، وكان الى غير ذلك، اللي ما عندهمش الضمان الاجتماعي، ما عندهمش التغطيه الاجتماعيه. واحد في المئة ديال الامريكيين كيستحوذوا على تقريبا 80% او 90% ديال الخيرات. حنا ربما في المغرب 10% كيستحوذوا على 70% ديال الخيرات، لان الاحصائيات ما عندناش مضبوطه. نفس الشيء في فرنسا وغيرها من البلدان. اذا المشكل ماشي في خلق المزيد من الثروة، المشكل هو النضعة. هذا هو الفرق ما بين أن ننتج، ولكن لمن غادي؟ علاش كننتجو؟ ننتج نطور الاقتصاد من أجل أن يستفيد المجتمع، وهذا ما كان حتى في العهد الإغريق لآلاف السنين خالت. وهذا هو التصور الذي جاء به حتى الاقتصاد البرجوازي الليبرالي في القرن 19، هو أن الاقتصاد خصو ماشي يحقق الأرباح، الإنتاج ماشي يحقق الأرباح، ماشي تلبي الرغبات الشخصية ديال الإنسان، ديال واحد الجماعة ديال الناس، بل خصك تنتج ما هو في حاجة إليه، يعني ما تحتاجه الشعب السكان. ولعل هذه الإشكالية ظهرت الآن بكل وضوح بكل جلاء أمام أعين الناس على إثر هذه الجائحة، ورب ضارة نافعة، ما بقى ما يتخبع. وكلهم هذوك الناس العلماء الاقتصاد اللي كانوا يتغنون بالنظام الليبرالي وهذا المنظوم المقاربة، كلهم داروا رأس ما بانوش في هذه المرحلة هذه، في حين أن كانوا في موقع هجومي.
سيطروا على الجامعات، سيطروا على مراكز البحث، سيطروا على المؤسسة ديال التفكير في إطار الفكر الواحد لا بونسي اونيك. ودابا غابوا، ما كنشوفهمش انا، لان ما عندكش الشجاعة باش يجيو يوضحوا هاد الامور هذه. وباش من هاد لما بين هاد الفرق ما بين النمو والتنمية وتكاثر الفقر في العالم وواحد العدد ديال المشاكل، جاء برنامج الأمم المتحدة للتنمية لو بلود الى وضع ما يسمى، ما كتعرفوا ولكن لا باس نذكروا به، مؤشر التنمية البشرية لانديس ديفلوبمون ايمان. اش تيوضع فيه؟ كيوضع الدخل الوطني الفردي كمعيار، طب وكيوضع معدل يعني المعطيات المتعلقة بالصحة والمعطيات المتعلقة بالتعليم، مستوى يعني نسبة التمدرس إلى غير ذلك. وكان وجدوا في فرق كبير ما بين تصنيف ديال البلدان حسب الثروة، حسب المعدل، حسب الدخل الوطني، وتصنيفها حسب التنمية البشرية. على سبيل المثال مثلا حنا المغرب مصنفين كنا مصنفين في المرتبة 90 فيما يخص الدخل الوطني، ومصنفين في المرتبة 126 ولا 123 فيما يخص التنمية البشرية. وكنلقاو البلدان اللي مصنفة اللي عندها في الرقم واحد ولا زوج ماشي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما ولا هي فرنسا ولا غيرها، هي بلدان أقل قوة اقتصادية، هي بلدان شمال أوروبا، البلدان الإسكندنافية هي اللي مصنفة في المراتب الأولى التنمية البشرية. ومن ثم جات كذلك لما اعتلى صاحب الجلالة العرش، كان أول يعني مبادرة قام بها هو كون ذاك اللجنة ديال لتقييم أوضاع المغرب، ما يسمى بالتقرير الخمسينية. التقرير الخمسينية كما تعلمون هو ذاك الماروك بوسيبل، المغرب الممكن اللي تم يعني الانتهاء به في 2004. وبعد ما تعرف على صاحب جلالة على الأوضاع، الأوضاع الاجتماعية اللي كانت مزرية، أطلق مباشرة منذ 2005 في النصف الأول من 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعلى أساسها من بعدها ومن بعد إطلاق واحد العدد ديال المبادرات الاجتماعية اللي ذكرها، تم يعني تخفيف من تحسين بعض المؤشرات الاجتماعية، ولكن دون المستوى المطلوب. ما عندناش الوقت باش نعطيو الأرقام. هذا الشيء يقودني إلى قلت بأن النمو هي الزيادة في الدخل، التنمية حسب علماء الاقتصاد وأكبر اقتصاديين، واحد السيد فرنسي معروف اسمه فرانسوا بيرو، كيقول لك التنمية هي تكاليف تغطية تكاليف الإنسان، سي لا كوفيرتور دي كو دو لوم. معناه التنمية هي الصحة، واختصرها بالصحة. إذا كان عندك الشعب صح يعني سليم صحيا، كاين الدواء ماشي ما كيمرض غير الا كانت التنميه. شكون اللي كيمرض دابا؟ كيمرضوا الفقراء. شكون اللي كيموت يعني غادي نجيبوا الاحصائيات، ولكن كاين في الدول اللي فيها تطور ديال الاحصائيات يعني الاصابه بالامراض هذا كتمس اساسا الفئات المعوزه كما حدث بالامس في هذه المنطقة ديالنا ديال لالا ميمونة، هو العاملات الزراعيات البسيطات اللي تعرضنا للاستغلال البشع هما اللي تصابوا. هذه هي الرأس، هذا هو الرأسمالية. وغادي يقول لك راه كاين نمو، صدرنا الفريز وطلعت الصادرات، جيد طلعت الصادرات، ولكن هبطت الصحة.
فهذا التعريف هذا هو اللي كاين. وكان تعريف اخر ديال استاذنا المرحوم عزيز بلال، هو كيقول هكذا يعني باش من هو تعريف تيقول لك هي عمليه متزايده ست بروسيس بروغريسيف ومتحكم فيها ديال النمو لنمو القوى المنتجه، كتشمل ماشي فقط الاقتصاد والمجتمع، وهذه العمليه كتقتضي اربعه ديال الشروط. خصك عمليه تحرير وطني لا ليبراسيون ناسيونال، تحرير وطني حقيقي ان فيريتابل ليبراسيون ناسيونال، ثوره اجتماعيه عميقه بنيات في البنيات الاجتماعيه والقيم الايديولوجيه والثقافيه، وتدعيمها المستمر في الزمن. يعني بمعنى اخر هو التنميه لما هي عمليه تشمل يعني تغيير ادخال تغييرات بنيويه في المجتمع. الثوره الصناعيه ولا الثوره البرجوازيه اللي قادتها البرجوازيه اللي كان عندها مشروع في البلدان الأوروبية، سبقتها ثورة ثقافية كبرى هو عصر الأنوار السياكل دونيمير الفلاسفة واحد الفكر. وبالتالي كانت البرجوازية حاملة لمشروع ثوري، مشروع يعني إصلاحي، مشروع تغييري ديال الشوجمون ديال التغيير. حنا في البلدان المحيطية ديال الجنوب ولا البلدان النامية ما عندناش مثل هذه البرجوازيات، عندنا برجوازيات هجينة لا مشروع لها، تعيش بالريع وتحت مظلة الدولة والحماية الدولة. يا ليتني يا ليت أن نجد أمامنا واحد البرجوازية قائمة الذات عندها مشروع ليبرالي كانت تدافع عليه. حنا في المكان اللي ما في الممارسة كدير ممارسة ديال يعني يمينية إلى غير ذلك، فالخطاب كيكون خطاب يساري، كل شيء كيتبنى الخطاب اليساري، وهذا الشيء كيخلق خلط. فالتنمية هي هذه، التنمية هي خاص يكون واحد يعني عملية نهضوية إن فيريتابل يعني إن فيريتابل سكوس هزة ديال المجتمع وتغيير في البنيات في أنماط التفكير إلى غير ذلك. ومن ثم باش نمشي يمكن الوقت كيزحمني، غادي نعطي فقط تفضل استاذ صديقي تفضل. لا مشات لي انا اخر كتسمع انا مشات لي انا ما كتسمعك مزيان استاذ صديقي، ولكن لي ماج ما بقاش كتسمعوني بلا لي ماج ياك. لا كنشوفوك ونسمعوك، وانا ما كنشوفكم ما كنسمعش با كيسكو جي. دابا كتسمعنا سي عبد السلام؟ انا كنسمعكم ولكن مشات لي لي ماج. حنا كنشوفوك. ايوا سيدي الا شفتوني نتوما بحال انا جيتك واش دو افوار ان بروبليم جي دي. حنا كنشوفوك وكنسمعوك. طبعا راك تعديتي الوقت بواحد جوج دقائق. لا انا غادي نمشي بسرعه وحتى نسول على ما عادش ما بقيتش كنشوفكم ولكن ما عادش المهم. عمل في بالك بان كلنا نراك. اذا هذا الشيء راه غادي نعطي هذا المفهوم ديال التنميه كيوضع علينا يعني واحد خمسه ولا سته الاسئله. اولا خصنا نعرفوا اسمه هي الاهداف ديال العمليه التنمويه. الاهداف ديال التنميه هو امكانيات كما قلتها امكانيات العنصر البشري باش يستفد من ثمار النمو، خصو هو يستفد الدرجه الاولى ولا جدوى من الاقتصاد ومن النمو الا ما كانش كيستافد منه المواطن وتيشوفوا بعينيه وكيلمسوا في حياته. ثم الادوار ديال مختلف الفاعلين، اش غادي يدير كل واحد، اش غادي يدير المجتمع المدني الدوله القطاع الخاص. انا كنعتبره في الظروف الراهنه حتى في التجربه الا كانت شي حاجه ما نقلدو، هو جميع في جميع البلدان
اللي كانت في البداية ديال الانطلاقة كيكون دور استراتيجي ديال الدولة، دور ريادي. وبالطبع والقطاع الخاص ماشي خصو هو يدير اللي بغى، يبيع علينا يدير ينتج اللي بغى، لا خصو يخضع حتى هو يخضع الخطة الوطنية وينتج حسب الحاجيات ديال المجتمع. كما الان كان طرحنا كيقول لك سيدي خصنا اليوم خصنا الاستقلال في مجال التغذية، خصنا الاستقلال في مجال الاكتفاء، مجال الصحة الى غير ذلك. هذه من البديهيات باش نوضعوا حل التبعية. المسألة الثالثة وهو خصنا ما ننتجوش اي حاجة، خصنا ان تكون اولويات، ما يمكنناش نديروا كل شيء في دقة واحدة، لابد من وضع الاولويات. اذا كان الاولويات ديال مثلا بان الاولويات الصناعة تكون باينة، الاولويات الفلاحة تكون باينة، الاولويات اللي بين شؤون التعليم ولا التكوين خصها تكون باينة، ماشي فقط كلام وخطاب، لا خص سياسات عمومية واضحة والامكانيات تكون مناسبه مع الاولويات، ماشي الاولويات في واد والامكانيات في اخر. المساله السؤال الرابع باش نمشي بعد وهو الحكامه. تكلمت قبيله على نمط على طبيعه البرجوازيه، برجوازيه البلدان المتخلفه كلها هي برجوازيه يعني غير خاضعه للقانون، تشتغل خارج القانون وتراكم اموال طائلة بدون حسيب ولا راقب، ولا تساهم في يعني في المجهود التنموي ديال الدولة أساسا من حيث من خلال الموارد، يعني من خلال تأدية الضرائب واحترام التزاماتها الضريبية. وتكون حقيقة الحكامة كذلك هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكون تكون حكامة إذا كانت عدالة، نظام عدالة عادلة مستقلة، نظام يعني قضاء مستقل ومستقل من الكلمة، مستقل ومنصف، مستقل ومنصف. ثم كيف يمكننا أن نتعامل مع الاقتصاد العالمي؟ ما يمكنش اقتصاد الآن يعيش شي بلد يعيش يعني مغلق على ذاته، ولكن ما يمكنناش نشرعوا الابواب على مصراعيها. ضروري نعرفوا ما هي القطاعات التي ينبغي ان ينفتحوا فيها عن الخارج، وما هي القطاعات التي ينبغي ان نحميها نظرا لحيويتها او لطبيعتها الى غير ذلك. هذا كذلك اشكاليه كبيره. والاشكاليه سي عبد السلام معذره، طيب عندك دقيقه للختم. صافي سالت المساله ديال العوامل غير الاقتصاديه، لان غادي تحدث فيها الاخر مشكل جانب الثقافي، لان الشعب ماشي مجموعه من الافراد، الشعب هو مجموعه من الافراد له شخصيه، له يعني واحد الورقه ديال التعريف، هويه، الهويه التاريخيه. وغادي نختم غير بالوضعيه، شتو من بين البلدان ديال العالم الان شكون البلد اللي يسجل صفر وفاة ديال كورونا؟ تعرفون كوريا الجنوبية سعد، كوريا الجنوبية سعد، هي هو الفيتنام ماشي كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية الشمالية. لا كوريا الشمالية ما كنهضروش عليها، هي خارج التاريخ، كانت في معلن البلدان متفتحة وعندها علاقات. ما كوريا الشمالية وخا يموتوا كلهم ما تجيبوش الخبر، ما كاينش الإعلام. وأنا كنت في كوريا الشمالية وكنعرف داك النظام كي داير، ولكن هذا الفيتنام اللي رجع قوة اقتصادية يحسب له حساب، علاش؟ لأنه اعتمد على الخصوصيات ديالو واعتمد على الثقافة ديالو إلى غير ذلك. والجانب الثقافي هو جانب إنتاجي ماشي فقط بالطبع إبداعي تحرري إلى غير ذلك، ولكن كيعطي لنا الهوية نتاعنا باش يميزنا، باش غنتميزو حنا كشعب مغربي ولا كشعب جزائري ولا كشعب تونسي إذا ما كانش عندها هوية. البلدان الأخرى يلا الدول الحديثة نشأن عندها